ناقد هذه الندوه الصحفيه ايضا في واحد الصيروره داخليه في اطار ما ركمناه من نضالات الى جانب الشغيله التعليميه والتي لم تزدنا التطورات والمستجدات في الساحات التعليميه ولم يزدنا الاقصاء ولم يزدنا المحاصره والتضييق الا انحيازا للشغيله التعليميه وملفها المطلبي العادي، وهو انحياز واعي ومسؤول، ولكنه ايضا بافق وطني حقيقي. اليوم جامعة الوطن الموظف في التعليم ليست لها من أجندة مطلبية أو سياسية غير إنصاف نساء ورجال التعليم. حزبنا هو حزب الشغيلة التعليمية، وأجندتنا هي الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية حتى لا يصطاد أحد في الماء العكر، لأن اللحظة دقيقة وصعبة وتحتاج إلى مسؤولية في المواقف، مسؤولية في التحليل، وتحتاج كذلك إلى وضوح وشفافية، لأن اليوم نظامنا هدفه أيضا بناء مدرسة مغربية قوامها الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة كذلك. اليوم وبالنظر إلى تطورات الساحة التعليمية وأمام هذا المنعطف الذي تعيشه المدرسة العمومية الذي قلنا يقتضي قرارات شجاعة ومسؤولة لتأمين حق المتعلمين والمتعلمات وتأمين الزمن المدرسي، لأن اليوم احنا لا نقع في ضفة معاكسة لهذا التوجه كجامعة وطن موظفي التعليم التي سبق لها وأن دقت ناقوس الخطر ونبهت إلى مآلات ما نعيشه اليوم من توتر واحتقان. وللأسف تم إقصاؤنا بخلفية سياسية في انتخابات مفصلة على البعض وبتقطيع ترابي مخدوم، ولكن أبت الشغيلة التعليمية والساحة التعليمية إلا أن تنتصر الشغيلة التعليمية لصدق مواقفها ولحقيقة تواجدها وامتدادها التنظيمي وقوة مواقفها النضالية ووضوحها في الساحة، وها هي اليوم تعانق ملفات نساء ورجال التعليم ولكن أيضا بمسؤولية. كما قلت اليوم نحن أمام مسار حوار قطاعي أدى إلى الفشل في كل الاتفاقات الموقعة، 3 اتفاقات. الاتفاق الأخير بذلت فيه حقيقة الحكومة المغربية مجهودا ماليا نقدر نقول مهما 19 مليار درهم كتكلفة، ولكن لا أثر له على مستوى إعادة الاستقرار إلى المنظومة التربوية التكوينية، بمعنى نقول أن هناك خلل منهجي في المقاربة وفي منهجية تدبير الحوار القطاعي وتدبير كذلك يعني ملفات الفئات المتضررة في هذا الأساس. وفي مقدمتها المطلب الوحيد والأوحد للنساء ورجال التعليم الذي يتمثل في إسقاط النظام الأساسي وسحبه والعودة به إلى طاولة الحوار، وهو المطلب الذي لم يتحقق إلى حد الآن. هذا اللي غادي يعطينا واحد رد فعل قوي جسده الحراك التعليمي اليوم. وبالمناسبة أؤكد لكم على أن نسب الإضراب اليوم، وهذا أيضا يحتاج إلى قراءة مختلفة، نسب الإضراب زادت عن ما كانت عليه قبل توقيع اتفاق 10 دجنبير 2023، حتى في الثانويات التأهيلية يعني المرتبطة بأساتذة الثانوي، وهذا مؤشر يعكس كما قلنا على أن كاين محدودية وكاين قصور في قراءة وفهم طبيعة هذه الدينامية، لأن تهريب حقيقتها أو ارتهانها بأجندات سياسية أو حزبية هذا كلام مختزل مبستر بسيط هين نستطيع أن نقوله، وهذا سيبعد أي فاعل حكومي أو وزاري على فهم هذه الدينامية الحقيقية ديال النساء ورجال التعليم الذين هبوا اليوم في صحوة بعد صبر وانتظار لأكثر من سنتين. وبالتالي فتهريب النقاش الحقيقي هو أيضا يزيد من الخلل المنهجي ديال المقاربة وديال المنهجية. ولذلك اليوم أنا تنأكد كذلك من بين إشكالات الأزمة المتفاقمة في حقل التربية والتكوين أن الوعود الحكومية كانت سببا مباشرا في الأزمة داخل القطاع،
لا يمكن للفاعل السياسي والحكومي أن يعيد ووعوده الانتخابية أو تلك التي وردت في البرنامج الحكومي رفعت سقف انتظارات الشغيلة التعليمية، ثم يأتي ويتنصل بمبررات ومسوغات واهية، أو يعني يتنصل من وعوده يعني دون مسؤولية، وهذا في سياق اجتماعي ضاغط، في سياق تنهار فيه القدرة الشرائية باستمرار نتيجة ارتفاع منظومة الأسعار في مقدمتها المحروقات، ونساء ورجال التعليم معنيين بالأسعار ديال المحروقات وكذلك بالمواد الأساس التي تشكل القفة والمعيش اليومي للمغاربة. وبالتالي أخطر من هذا التوتر هو هذه الثقة المفقودة والتي تزداد يعني فقدانها في المؤسسات والتنظيمات، وهذا أيضا ولا يؤشر على أن هناك أزمة مجتمعية. نحن في جامعة الوطنية للموظف في التعليم لسنا دعاة أزمات اجتماعية أو مجتمعية، نحن لا ننتعش ولا نقتات على الأزمات. هذا وطننا، هذا بلدنا، هذا مغربنا، احنا خصنا نكونوا طرف في إيجاد الحلول وبالورة المقترحات لتجاوز عنق الزجاجة، ولكن أيضا لابد أن نجد أمامنا شريكا عنده الإرادة السياسية الحقيقية، شريكا قادرا على التقاط الرسائل، شريك قادر على أن يبلور كذلك حتى هو المبادرات يعني لإنهاء هذه الإشكالات. وبالتالي اليوم يتساءل الجميع لماذا رفضنا اتفاق 10 دو جنبير 2023. الجامعة الوطنية للموظف في التعليم لا يمكن لها بعد إقصائها من الحوار، وكان بشكل سياسي واستراتيجي لأنهم يعلمون جيدا مدى التأثير ديالها لا كقوة اقتراحية ولا كدينامية نضالية ونقابية في الساحة، كان لزاما علينا لأن هذا من صميم المنهج ديالنا ومن صميم الرؤية النقابية ديالنا، حتى وإن كنا في الحوار كنا سنبقى منحازين إلى الشغيلة التعليمية. أولا هذا اتفاق ديال 10 ديسمبر 2023 لم يستجيب إلى المطلب الأساس والمدخل الأساس الذي تنتظم داخله المطالب الفئوية للشغيلة التعليمية، وهو سحب النظام الأساسي وفق مقاربة قانونية وبإجراءات قانونية. هذا وحده كان سيعيد الشغيلة التعليمية إلى مؤسساتها التعليمية، هذا وحده كان قادر على أن يخلق جو الثقة، هذا وحده كان قادر على أن يوفر كل الظروف لإعادة تصحيح المسار ديال الحوار القطاعي في الأفق ديال تجويد ديال النظام الأساسي كذلك، وتجويد ديال هذا الاتفاق اللي قلت لكم 19 مليار ديال الدرهم 9 مليار سنويا لا تنقل الباكيج كامل لا قال هضر دور البارح صرح بها وصرح بها الوزير البارح، انا تنهضر على التكلفه ديال الباكيج كامل ماشي سنويا. لذلك هذا الاتفاق هذا كرس غموضا على مستوى المضامين ديالو، الا رجعتوا ومشيتوا قريتوه غتلقاوه بان كثير من القضايا يعني غير مفهومة غير مفهومة. مثلا حتى الرتب، وخا هذا إذا اعتبر مطلبا بين قوسين أننا غنردوا الرتب نسرعوها من 3 سنوات إلى 2، ولكن هذه 2 ما مذكوراش، على الأقل عرفوا كيف سيتم هذا التسريع. وحنا عندنا رؤية عوض أننا نردوها 2 و3 سنوات خليوها حتى 5 سنوات، ولكن الإشكال كاين في حجم التعويضات المرتبط بها لانعكاس المالي ديال هذه الرتبة. إلا كانت رتبة ديال 70 درهم و30 درهم يعني غردوها في تعالى 100 عام ما عندناش إشكال، ماشي إلا على 2 بسرعوها. ولذلك فلا بد يعني من واحد الآلية تواصلية تفسيرية لهذا الاتفاق، لأن هذا الأمر هذا شكل واحد النوع من 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 تكريس الغموض المرتبط. كذلك هو لم يحترم التراكم الذي أنجز، لأن هذا الاتفاق إما أنه سكت على إجراءات تم التوافق عليها واعتبرت مكاسب للشغيلة التعليمية، أو أنه ناقضها. منين تنجيو نقولوا غنعطيو للزنزانة 10 4 سنوات، راه سبق وعطيناهم في الاتفاقات السابقة 5 سنوات، إذا راه كاين إشكالات هنا لابد من يعني من إعادة التصحيح ديالها. وهذا ما شكل كما قلنا، هذه غير عطيتكم عينة شكل موضوع الاحتقان. وبالتالي حنا تنقولوا بأن هذا الاتفاق أيضا يندرج في منهجية الإقصائية التي سارت عليها الحكومة والوزارة للأسف مع محاورها، هي منهجية جافة وجامدة لا تتفاعل مع التراكم الحاصل، وأيضا بقت مرتهنة يعني في التحويل ديال واحد المجموعة ديال الاعتمادات المالية المهمة لا ننكر ذلك إلى
التركيز على بعض الفئات، أربعة أو خمسة الفئات دون غيرها، في الوقت اللي عندنا أكثر من 22 فئة يعني التي تحتاج إلى أن نصحح مسارها المهني، وإلى أن نراجع الأجرة ديالها، وأن نراجع التعويضات النظامية والتكميلية ديالها إلى غير ذلك. كذلك هذا لا ينتظم في سياق استجابة لمبدأ الإنصاف العام وما تطالب به مكونات التشغيل التعليمية، كما قلت بالنظر للمجهود المالي وبالنظر للأفق ديال الانتظار ديال هذه التشغيلة الموجودة اليوم في موقف الاحتجاج وفي موقف يعني النضال. بالتالي أن ما انتهت إليه الحكومة المغربية ومحاورها يوم 10 دجنبر 2023 نعتبره رغم الجهد المالي نعتبره يعني خيب آمال الفئات المناضلة، ولذلك اليوم ازدادت وتوسعت يعني حجم المنخرطين في هذه المحطات ديال 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 الاربعاء والخميس والجمعه وديال السبت. علاش؟ لان لم تتم التسويه ديال الملفات الفئويه والمكونات المتضرره في علاقتها كذلك بتنزيل النظام الاساسي والتجويد ديالو، لانه تضمن بعض الايجابيات والمكتسبات اللي تحتاج فقط الى المزيد من التجويد ديالها. بقات واحد الحاله ديال الالتباس واحد الهوه ما بين هذا الاتفاق وبين النظام الاساسي. كذلك هو لم ينهي حالة التمايز الموجود، ونتنهضر على الهيكلة ديالو بين مختلف مكونات التشغيلة التعليمية، ورانا قلتها سواء في التعويضات النظامية التكميلية أو المحدثة، في التعويضات اللي اليوم تتراوح ما بين 4000 درهم و 1500 درهم، إلا احتسبنا يعني 1000 درهم ديال التصحيح الحد الأدنى ديال التصحيح. اليوم ما تنوحدوش مكتسب ديال الترقية بالشهادات ما بين هيئة التدريس وما بين بعض الأطر الإدارية، وبالمناسبة نحن لا نقبل بأن يكون لدينا في المؤسسات التربوية ديالنا دكتور أو حامل لماستر ومهامه في المؤسسات التربوية هي أن ينظف الأقسام. طبعا هذه أمور هذا إجهاز وإساءة وإهانة يعني للرمزية ديال المدرسة العمومية والرمزية ديال الجامعة المغربية. لذلك اليوم كما قلنا لابد من إعادة النظر، وحنا كجامعة المنطفئة تيم سنكون منفتحين بشكلين، ونحن يجب أن نكون يعني منفتحين على أي مبادرة، ويد الجامعة المنطفئة تيم ستكون مفتوحة طبعا تحت هذه المبادئ ديال الإنصاف وديال محاولة إنهاء المعاناة ديال كافة، وتنقول كافة الفئات المتضررة، واللي يمكن نذكرها لكم يعني المقصيون من خارج السلام، زنزانة 10، الأساتذة وأطور الدعم، وهذا ملف كبير جدا السكوت عنه أو تبرير بأنه تم حله في إطار النظام الأساسي، فهو كأننا نفخخ هذا النظام الأساسي للمزيد من الأزمات في المستقبل. كذلك أساتذة الثانوي، وهنا أرفع شارة تحية ونصر وتقدير وإجلال لهذه الفئة التي رغم المكتسبات التي حصلت عليها أبت إلا أن تنخرط وأن تبقى مستمرة في موقفها الاحتجاجي التضامني مع الشغيلة التعليمية، لأن فعلا لم يستجب إلى مطالبها الأساس، لأنها لم تخرج فقط من أجل الزيادة في الأجر، كما لم تخرج كل الفئات فقط من أجل الزيادة في الأجر أو الزيادة في التعويضات. المتصرفون التربويون، أطر التوجيه، المبرزون، المستبرزون، دكاترة يعني التربية الوطنية، حاملو الشهادات، أطر الدعم، المساعدون التقنيين، المساعدون الإداريون، ضحايا النظامين، المكلفون خارج يعني إطارهم الأصلي، مؤسسات مسؤولي يعني مديرين ومديرات ومسؤولي مؤسسات ديال تفتح، الأطر المشتركة، العرضيون المدمجون، يعني منشطو التربية ومنشطات التربية غير النظامية، كذلك يعني مربيات ومربو يعني ديال التعليم الأولي، ووزارتنا تتحمله يعني في جزء من التسمية ديالها أنها ديال التعليم الأولي. إذن وكذلك تقنيون كذلك وغيرهم من قلت من مدارس ديال التفتح الفني. وبالتالي اليوم احنا عندما نقول بهذا، رغم أننا لا نتحمل المسؤولية في هذه الاتفاقات وفي النظام الأساسي، لم نوقع على أي اتفاق، ولكن نتحمل المسؤولية في أن يعني أن نكون قوة اقتراحية، وأن نكون قوة قادرة على إبداع الحلول من أجل إنهاء الاحتقان، ومن أجل يعني تطبيق واحد الاتفاق الذي يمكن أن يشمل الجميع دون استثناء ودون إقصاء، في إطار كما قلت مقاربة ديال 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 ديال, ديال, ديال الإنصاف والمقاربة ديال توحيد المسارات. ونقول لكم إذا الحكومة المغربية والوزارة الوصية قامت بسحب النظام الأساسي، وقامت
بالاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية وخاصة الفئات المتضررة التي سبق وأن ذكرت. يعني من تنقولوا الاستجابة راه ما تنقولوش، تنقولوا فيما نستطيع أن نتفق عليه في حدود يعني ما نتفق عليه. جميع الوطن الموظفين التعليم بالوضوح اللازم ستخرج للدفاع عن أي اتفاق يخدم هذا التوجه، لأننا لسنا دعاة ركوب احتجاجات ولسنا مما يلتحق بالاحتجاجات بعد أن تنطلق، ولسنا ممن يشتغل كرجال ونساء المطافئ من أجل يعني سواء إخماد يعني إخماد يعني الشرارة ديال ديال ديال, ديال النضال أو حتى من أجل يعني الالتفاف على الرأي التعليمي يعني بمغالطات لا تخدم مطالبه. ولذلك الوزارة الوصية والحكومة المغربية اليوم مطالبة باش أنها توضح أولا العلاقة ديال هذا الاتفاق ديال 10 ديسمبر 2023 في علاقته بالنظام الأساسي المجمد ديال 2023، وكما قلت لأنه لم يعزز مبدأ التوحيد إلى غير ذلك. وبالتالي اليوم خصنا نرجعوا بنية ديال الأجور، ماشي نرجعوا الرتب من 3 سنوات إلى سنتين، وبعض الرتب راه يخجلوا ويندلها الجبين يا 70 درهم الى غير ذلك. اليوم اذا كنا تنهضروا على ترسيخ او تعزيز ما سمي بالترقيه الافقيه اللي هي الرتب، فلا بد ان نعيدها بمقاربه ترفع من حجم التعويضات الماليه المرتبطه بها. تولي عندنا واحد الرتب فيها حتى هي واحد 700 درهم 500 درهم، وهذا اللي غادي يخفف حتى الضغط على الوعاء ديال الكوطا ديال الترقيه العموديه المرتبطه يعني ب 36%. لذلك اليوم فاحنا من فاتحين كجامعة وطني موظفي التعليم في إطار الجولات القادمة اللي خصها تكون نصحوا فيها المنهجية ديال الحوار، ولكن تكون على واحد القاعدة ديال سحب هذا النظام الأساسي، وغادي نوضحها فيما بعد أكثر. ولكن خصنا نتراجعوا نوحدوا المسارات المهنية، نتراجعوا على سلة المهام لأنها تضرب في العمق العملية التعليمية التعلمية، الساعات الإضافية، الساعات التضامنية، يعني المعايير ديال التقييم وديال المتدخلين في العمليه، المراجعه ديال بنيه الاجور والمتدخلين فيها، الارقام الاستدلاليه، حجم التعويضات النظاميه وغير النظاميه، وتعوليما تفكير في التعويضات حتى محدثه، لان اليوم عندنا نساء ورجال التعليم يعانون مع ابنائهم في وضعيه خاصه، او حتى ان بعض النساء ورجال التعليم اصبحوا في وضعيه في 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 في, في, في وضعيه خاصه، وهذا خصو وهذا خصو واحد الالتفاته، لان هذه أمور مرتبطة يعني كذلك باليوريسك بالمخاطر ديال المهنة. كذلك عندنا اتفاقات سابقة اللي هي 19 و 26 أبريل 2011، وهذا خصو كذلك يعني أيضا نستحضره لما نكون وقع اتفاقات، لأن الذاكرة ديال الاتفاقات هي واحد المسار ديال التراكم، ما خصناش نتنصلوا منه بالكيران، وإن كنا نختلف مع بعض قراراته، ولكن راهو راه نفذ الاتفاق ديال 26 افريل او على الاقل في عمومه اللي خلاه له يعني الوزير الاول عباس الفاسي. ها اخلوش عليه كذلك، راه عنده واحد الاتفاق ديال 25 ابريل 2019، عليه كذلك، لان هذا كان خطوه متقدمه بالنظر الى الاتفاق ديال 26 ابريل 2011. خصنا نتقدموا كذلك في اطار اننا نحلوا بعض القضايا بما فيه الدرجه الجديده مثلا، ولكن باستحضار ان راه المرجعيه هي 26 ابريل 2011، باش ان ما يكونوش عندنا ضحايا جدد ديال هذه الاتفاقات اللي تنوقعوها. لذلك ملي غيمكننا نديروا هذا الشيء، خصنا اليوم كذلك الحكومه والوزاره تتحدثوا عن تعويضات تكميليه في غياب مناقشه المرسوم ديال التعويضات. لا يستقيم النظام الاساسي الا مع مناقشه المرسوم ديال التعويضات، وبالتالي خصنا هذه التعويضات يجب ان يكون فيها هناك نقاش، لان الامر ما مطلبش فقط انك تعطيها لك هكا كجزافيه، منحه جزافيه، لا، خصها تكون منصوص عليها في المرسوم ديال التعويضات، ونذكروا واش هي نظاميه ولا تكميليه، واش على الاطار، واش كذا الى غير ذلك من الامور. لذلك نحن اختم، لذلك نحن في الجامعه الوطنيه للموظفين التعليم من موقع اننا نقابه مسؤوله تعنينا مصلحة المتعلمين والمتعلمات، وصلنا لواحد المرحلة دقيقة، اليوم خصنا كاملين نتعاونوا باش نساء ورجال التعليم يعودون آمنين، ماشي بآلية الترهيب ديال الاقتطاع، ماشي بالآلية ديال الترهيب ديال الإيقاف عن العمل، ماشي بالآلية ديال الترهيب ديال الإقصاء من عدم الشمولية في بعض التعويضات وغيره، ولكن بالآلية ديال الإجراء واحد كما تنقولوا مقاربة ديال المصالحة ومقاربة ديال الإنصاف،
ولكن بنية على إرادة حقيقية ديال إنهاء الاحتقان. ولذلك فنحن كجامعة عندنا واحد 3-4 ديال المقومات أساس نقترحها كمبادرة. أولا تنقولوا خصنا مبادرتنا يبدو أن تكون هناك يعني أن تكون مبادرة من طرف وزارة التربية الوطنية من طرف هذه الحكومة عبر حوار متعدد الأطراف، وأنا تنقولها وتنأكد عليها ما تيضمش فقط غير النقابة الموقعة بل تيضم كذلك النقابة المناضلة والمقصية من الحوار، ويضم كذلك ممثلي تنسيق إطارات تنسيقية. الجامعة الوطنية المدة في التعليم ليس لها أي إشكال مع الإطارات التنسيقية أن تحضر في الحوارات، وسبق وأن حضرت إلى جانبنا في مسارات وفي أزمات متعددة، لأن التنظيمات الحقيقية والتنظيمات المناضلة لا ترى في الإطارات التنسيقية خصما ولا بديلا، ولكن بعض التنظيمات البيروقراطية قد ترى فيها تهديدا على موقعها أو على مصالحها. وهنا نؤكد أن الجامعة الوطنية المدة في التعليم تلقت دعوة من وزير التربية الوطنية، وفعلا جلسنا مع وزير التربية الوطنية أمس وفضلنا عدم الإعلان على هذا اللقاء حتى الآن أو قبيله بدقائق عبر الصفحة ديال الجامعة الوطنية المدة في التعليم بواحد الرؤية مسؤولة، لأننا نحترم الدينامية ديال الشغيلة التعليمية والدينامية النضالية ديال الشغيلة التعليمية، ولم نريد تشويش على محطتها النضالية، لأن اليوم كان هو الانطلاق ديال أول أيام ديال المحطة النضالية والاحتجاجية، فما كانش ممكن أننا نربكو الصفوف ديال الشغيلة التعليمية بالإعلان ديال أننا جلسنا مع وزارة التربية الوطنية. وإن كنا كجامعة نؤمن بالحوار ولا نخاف من الحوار ومستعدون للحوار في أي وقت وفي أي مكان، ولكن على طاولة وقاعدة الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية والمحاولة لإنصاف الشغيلة التعليمية. وقلنا لوزير التربية الوطنية وأكدنا له على ضرورة استيعاب الحوار القطاعي للنقابات المقصية وكذلك لممثلي التنسيقيات الوطنية جميعها، والجامعة كانت سباقة ماشي اليوم، هذا الكلام قلناه لما كانت الدينامية ديال الأطور والأساسيات الذين فرض عليهم التعاقد، لأن اللي تهمنا اليوم ليس كما يريد أن يروج البعض. احنا ماشي دعاة إشعال حرائق، ماشي دعاة توترات، ماشي دعاة خلق أزمات، احنا نقابة مسؤولة ومواطنة بالأفق ديال الحس الوطني، ولذلك احنا خصنا غير نلقاو حكومة حتى هي عندها هذا الحس، ونلقاو كذلك وزارة قادرة على وتتوفر الإرادة وقادرة على أن تنخرط معنا في مبادرة حقيقية ديال طاولة حوار متعدد الأطراف يجمع الجميع لكي جميعا نوقع اتفاقا متوافقا حوله ينهي في أسرع وقت ممكن حالة الاحتقان، ونخرج من عنق الزجاجة، وأن يعود نساء ورجال التعليم إلى ممارسة الرسالة النبيلة ديالهم. الجامعة الوطنية المدة في التعليم كذلك طالبات الوزارة بسحب النظام الأساسي المجمد، وقالت له خصك تردوا لي طاولة، لأن هذا هو المدخل، خصك تردوا الطاولة ديال التجويد وتصحيح الاختلالات ديالو، بالإضافة لأنها قالت له خصك يكون لقاء أو الحوار متعدد الأطراف، ما تيهمناش الصيغة والشكل ديالو، واش مجموعين أو كنا قبائل أحدى أو غيره، اللي تيهم هو أن الحوار في مجمله تكون فيه الآلية ديال الجلوس والاستماع إلى الجميع، وأن تكون الإسقاط الصعب ديال النظام الأساسي والمراجعة ديال الإنصاف بالنسبة للفئات المتضررة هي تكون بشكل جماعي ومسؤول وفيه الإنصاف، وتيمكننا نخرجوا جميعا وندافعوا على هذا الاتفاق ونقنعوا نساء ورجال التعليم. نساء ورجال التعليم ماشي كائنات احتجاجية ولا يضربون من أجل الإضراب، هم مكرهون على أن يستمروا في محطتهم النضالية، لأن الحكومة لا تنصت إلى مطالبهم، الحكومة تنصت إلى نفسها وتكرر منهجيتها في الحوار. لذلك الجامعة الوطنية المدة في التعليم طالبت خلال الحوار كذلك بإنجاح مسار، لأن قلنا لهم إلى استمر المسار ديال التجويد بعد سحب النظام الأساسي، ولاستمر المسار ديال التجويد مخرجات ديال الاتفاق 10 ديسمبر 2023 بتكلفة المالية المهمة ديالو في هذا الاتجاه هذا، فتنظن بأنه غادي نكونوا تنكرروا ذات المنهجية ونفس المآل اللي هو الفشل. اليوم خصنا نجلسوا ونقولوا والحكومة خصها هي اللي تجاوب، علاش نساء ورجال التعليم رافضين
النظام الاساسي وعلاش رافضين هذه الاتفاقيه الاتفاق بما فيها الاتفاق الاخير رغم التكلفه الماليه ديالو. وكما قلت تنرفع الشاره ديال ديال ديال, ديال, ديال التقدير الاساسي ديال التناول اللي كان تيعتبر البعض بانهم هما المستفيدون الاول او الاوحد في هذا في هذا الاتفاق وهم مستمرين في الديناميه النظاميه. اذا كاين خلل مع هذا الخلل خصنا نجلسوا في الحوار نجاوبوا عليه كحكومه كتنظيمات نقابيه المحاوره والمقصيه وممثلي الاطارات التنسيقيه ونديروا واحد المبادره وطنيه بحس وطني بافق وطني لان المدرسه العموميه لم تعد تحتمل هذا الاحتقان المتنامي. واليوم انا تنقول الحكومه بالوعود الانتخابيه اللي تلقتها تتحمل المسؤوليه السياسيه المجدوجه لان ساهمت في رفع افق الانتظار وعليها اليوم ان تفي بوعودها التي اليوم هي المطلب الاساس ديال الشغيله التعليميه. لذلك اليوم انا سنأكد ان الجامعه الوطنيه لموظفي التعليم من خلال هذه الندوه ارادت ان تكون واضحه مع الشغيله التعليميه، ان تكون واضحه مع الراي العام التعليمي، ان تكون واضحه كذلك مع الراي التعليم مع الراي العام الوطني. نحن لسنا دعاة إضراب، نحن دعاة حوار، نحن دعاة كذلك يعني نضال من أجل الإنصاف. وبالتالي الكرة اليوم عند رئيس الحكومة، الكرة اليوم عند وزير التربية الوطنية إلى 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 هو في حاجة وهم في حاجة إلى بلورة كما قلت قرار جريء وتنظن بأن المؤشرات ديالو بالدعوة التي تلقيناها بالجلوس وبالالتزام اللي عبر عليه وزير التربيه الوطنيه البارحه تيبان على انه هو اعلن على ان الاراده متوفره للاستماع الى الجميع للجلوس مع الجميع من اجل تجاوز هذا الاحتقان. فتنظن ان هذا الشيء اذا تم وانتظم في اطار واحد المنهجيه يعني تستحضر الاخفاق والاشكالات اللي وقعنا فيها اللي وقعوا فيها لان احنا ما وقعنا ما كنا جزء من هذه الديناميه، احنا كنا جزء من الديناميه النضاليه وغنبقاو فيها. لذلك اليوم الجامعة الوطنية للمنطقة التعليم لن تكون إلا من موقعي يعني ديالها سواء الحوار أو من موقع النضال منحازة إلى الملف المطلوب للشغيلة التعليمية بدون مزايدة بدون تهافت بدون أجندة غريبة عن الشغيلة التعليمية. أجندتنا هي أجندة الشغيلة التعليمية ومطالبها العادلة. انحيازنا هو انحياز للشغيلة التعليمية، والشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها المتضررة هي الحزب الذي الكبير الذي ننتمي إليه البارحة وننتمي إليه اليوم. وشكرا لكم على هذا الاستماع. ونسيت غير واحد الحاجة بالمناسبة كذلك أنوه بالمبادرة التشريعية اللي قادها السي خالد السطي، ما غنوقفش عند مبادرات تشريعية في إطار الأسئلة الشفهية والكتابية وأشغال اللجان اللي كانت كلها دفاع على نساء ورجال التعليم وملفهم المطلبي الذي كان حاضرا في كل المواقف. ولكن في بمناسبة مشروع قانون المالية 2024 السي خالد السطي يعني وضع الحكومة المغربية أمام إحدى الوعود الانتخابية التي رفعتها في الانتخابات الأخيرة في 8 شهر تنبير والتي بموجبها هي اليوم موجودة على رأس الحكومة المغربية واللي هي إدماج الأساتذة الذين فرض والأطر الذين فرض عليهم النمط ديال توظيف التعاقد وطالب بإحداث المناصب المالية القمينة والكفيلة بالإدماج ديالهم وبالتزكية وبالترسيخ ديال المركز القانوني ديالهم في إطار الوظيفة العمومية. وربما هو يزيد يفصل أكثر في المبادرة التشريعية اللي دارت، ولكن الحكومة المغربية أيضا صمت أدانها كما تصمها عن باقي يعني المقترحات والنصائح التي نسديها من موقع التجربة في العلاقة ديالنا بالحوار الاجتماعي ولا بالحوار القطاعي. شكرا لكم مرة ثانية. لا تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.